السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشكل المنافذ المفتوحة هي مشكلة العديد من الإخوان، لهذا سأريك في هذه الحلقة كيف تفتح جميع المنافذ سواء كنت تستخدم ويندوز، لينكس، روتر أو مودم. سأحاول أن أظهر لكم قبل استخدام هذه الطريقة وبعد استخدام هذه الطريقة. فلاحظوا معي مثلا خدمة الريموت ديسكتوب الـ RDP. عندما قمت بإعدادها في هذا الحاسوب فلا أستطيع تسجيل دخول باستخدام عنوان الـ IP الذي أستعمله، كما ستشاهد الآن سيعطيني خطأ كونكتين ولن تكون هناك أي نتيجة وسيبقى الأمر هكذا. طبعا لكي نحل مشكلة المنافذ سواء على لينكس، ويندوز أو كذلك ماك، كذلك روتر أو مودم، هناك خدمة اسمها انجروك. هذه الخدمة كما تشاهد رسالة خطأ. على العموم هذه الخدمة هي توفر لك أو تمكنك من فتح جميع المنافذ في حاسوبك أو تخطي مشكلة المنافذ يعني في الحاسوب أو الروتر انطلاقا فقط من تشغيل يعني برامج يمدك به هذا الموقع وطبعا إنشاء حساب. يكفي أولا الدخول على هذا الرابط انطلاقا أو لهذه الخدمة انطلاقا من الرابط الذي يوجد أسفل الفيديو، تنقر على سين أب، بعد ذلك تقوم بإملاء جميع معلوماتك الخاصة. بعد إتمام التسجيل والتفعيل تنقر على اللوجين، وطبعا هناك يسمى بكود أكسس توكن. هذا الكود هو سري ولا يجبك أن تمده بأي شخص، هو سري خاص بك. على العموم الذي يهمنا هو أننا سننقر على داونلود ثم سنختار يعني تحميل البرنامج من النسخة التي نستخدمها مثلا ويندوز. بعد الانتهاء من التحميل نقوم بفك الضغط عن البرامج في القرص C كما هو الشأن الآن. بعد فك الضغط نضغط على ويندوز X ونذهب إلى Command Prompt Admin ثم Yes. بعد ذلك نكتب CD نقطتين. جيد. الآن سنقوم بأخذ هذا الكود الذي أو سنقوم بكتابة هذا الأمر كما تشاهد. تقوم بكتابة هذا الأمر. طبعا بالنسبة للTCP، طبعا بالنسبة لرقم البور هو البور الذي تريد فتحه على سبيل المثال أنا أريد أن أفتح البور الخاص بالRDP. طبعا البور الRDP هو 3389، هذا هو البور الذي أريد أن أفتح. أضغط على Enter. بعد ذلك ستلاحظ أن الموقع سيعطيك رابط يجب عليك أن تسجل دخولك عليه وهو ingrok.com 33/4/17. طبعا الآن سأحاول تسجيل دخول بواسطة عوض الاي بي. سأكتب ingrok.com بهذا البورت الذي منحني إياه الموقع وسأنقر على connect، وكالسحر استطعت أن أولج إلى حاسوبك حيث كما تشاهدون يطلب مني يعني اسم المستخدم والباسورد. وهذه هي الطريقة التي يمكنك أن تتبعها في فتح أي بورت ترغب في تشغيله مع الويندوز لينكس أو كذلك على ماك، كذلك باستخدام الروتر أو كذلك باستخدام المودم. إذا أتمنى أن تكون هذه الطريقة كانت مفيدة بالنسبة إليكم. أراكم في حلقة مقبلة بإذن الله. لا تبخلوا علي بزر لايك كومنت وكذلك مشاركة مع أصدقائكم. غير ذلك يمكنكم متابعتنا على www.teachprofessional.com أو كذلك متابعتنا على صفحة فيسبوك أضخم صفحة بأزيد من 100 أو بزيد من مليون معجب فقط على facebook.com/teachprofessional، أو نقر على زر سبسكرايب للانضمام إلى أزيد من نصف مليون مشترك بقناتنا على اليوتيوب. إلى اللقاء.